محمد ليش مخبى وجهك؟ كفاية كفاية اللي أنا عامله. إيه؟ شو؟ أنا مش حابب أعيش حتى بشخصية، يعني ما بحبش أبان كده. متى اكتشفت إنه عندك ميول إدمانية؟ أول أسبوع ليا في برنامج علاج. بأول أسبوع تكتشف. ابتديت أقعد مع نفسي في هدوء كده. حقيقتك كنت عايش حياة صاخبة، عم بتقول قعدت بهدوء، رح أحكي شو عن هالحياة الصاخبة كمان. بعمر 12، 13، 14 سنة وأنت مراهق في المدرسة في القاهرة. نعم. كيف كانت تشعر البنات بينظروا لك؟ هل كنت تحس إنك مرغوب فيه أم غير مرغوب فيه؟ لا غير مرغوب. لأن أنا مش الكاركتر اللي هم أو اللي أنا شايفهم بيقفوا معاه. بس متى تعرفت على أول فتاة، على أول صبية؟ يعني ممكن 16 سنة أو 15 سنة. كيف كانت العلاقة معها؟ لا هي كانت بداية إحنا زمايل وشوية حاجات ضحك كده، بس بعد كده ابتديت أنا محتاجة فعلا، عايزة أتمرد. أنا عرفت واحدة خلاص، أنا بعد كده إيه؟ أنا إيه؟ عايز أعيش بقى جو الجو ده. إيه عايز ده؟ أعيش الجو اللي كان عاجبني ده. شو هو؟ الحياة الصاخبة اللي أنت قلت لي عليها في الأول. كيف عشت الحياة الصاخبة مع الفتاة اللي تعرفت عليها بعمر 15 16 مع زميلتك؟ بص هي ابتدت، انا كنت ابتديت يعني اخش على الانترنت ابتدي اعرف جنس. قعدت اقول انا ممكن ابقى الكاركتر ده ازاي. ابتديت اقول على نفسي بالكذب ان انا علشان اكذبها ناحيتي ان انا ابقى زي اللي انا الصوره اللي انا راسمها لنفسي، زي الناس اللي انا شايفها دي. كل الصوره اللي كونتها بالمواقع الاباحيه، من خلال المواقع الاباحيه. ابتديت ابقى عايز ابقى هو ده علشان اعجب دي. بس كيف اتطورت القصه معها؟ مفيش يعني. هل كنت هيدا الشخص اللي كنت عم بتشوفه انت على المواقع؟ هل قدرت تكون هيدا الشخص؟ بس استحمل بقى اللي هيجرى لك بعديه. شو بيجرى بعدين؟ انا خربت الدنيا. انا علشان ابقى البني ادم ده المفروض ابقى بشرب مخدرات، ابقى ببيع مخدرات، بعرف نسوان كبيره، بعرف ناس. هيدي زميلتك عم تقول كانت بعمرك، كيف نسوان كبير؟ يعني خلصت العلاقه مع اول فتاه، عشت فراغ ام دغري كان في عندك علاقه مع امراه ثانيه؟ لا عشت فراغ فتره كنت بحاول اشبع فيه اللي انا اتعودت عليه في الاول، لحد ما قابلت بقى بالصدفه الثانيه. كانت واحده اكبر مني ب 9 سنين ولا حاجه، كانت كبيره، فما الموضوع كان بالنسبة لي إثارة طبعا، فهمني إزاي. بس مع التاني، مع الإمرأة الثانية، كانت أكبر منك وكان عندها خبرة أكثر منك مثل ما عم بتقول، كيف شو صار معها؟ يعني كيف حسيت حالك؟ هل حسيت حالك أنك أنت كونت تجربة وكونت خبرة وبدك تكون مع هذه السيدة الثانية؟ طبعا، ومحتاج أكون على نفس مستواها كمان، او محتاجه ابقى احسن شويه. كيف يعني؟ خلاني اخد مخدرات اكتر لتكون على قد تطلعاتها يعني. طبعا ابتديت ادور على انواع مخدرات، منشطات وانواع الهيروين برضو، يعني في حاجات كتير قوي بتخلي الواحد احسن. يعني بحثا عن ماذا؟ عن متعه كلها. ربيع كان عم بقول قبل شوي هو بيلعب قمار للعب مش للمصاري. انت الاتصال الجنسي كان للاتصال الجنسي فقط ام للذة الجنسية؟ لا للذة والاحساس ان انا وصلت اللي انا قلته، اللي انا كنت عايزه انا وصلت له.
اللي هو اللذة الجنسية وديلها. الفكرة وصلت له بعد شو؟ بعد مجهود كبير، بعد إرهاق، بعد مصايب. شو هن المصايب؟ ممكن تفسر لي أكثر؟ يعني شو مصايب؟ ممكن نحكي أكثر شوي يعني تكون الأمور واضحة أكثر لإلنا؟ طيب أنا سنسيتيف شوي، ابتديت حساس شوي. حساس. كنت دايما عايز أبقى شايف نفسي كويس، الكلام ده أنا عرفته بعدين. كان نفسي يعني تكون شخص تاني، أكون شخص تاني غير اللي أنا مش شايف إن أنا ليا هدف ولا ليا أي حاجة، وفي نفس الوقت أنا دماغي فاضية ما فيهاش حاجة. طب يلا شوف بقى أنت ممكن تعمل إيه في الدنيا دي جنسيا يعني. وكنت مع أول بنت وبعدين مع تاني. أول بنت أنا قعدت معاها في الأسانسير، وقعدت يعني كنا بناخد درس مع بعض، تطلع عشان توصلني على الأسانسير. She's my girlfriend. صديقتك. صديقتي. فخلاص بقى نقف في الأسانسير شوية، نوقفه من دورين كده يعني. هيدي مع أول. دي أول أول زميلة. دي أول تجربة. مع التجربة الثانية، مع التجربة الثانية، هل كنت عم تقول تشعر بالإرهاق وبالتعب؟ لأن واحدة أكبر مني، وهي كانت شكلها كده مدمنة الجنس كمان، كانت محتاجاني في أي وقت، كان ممكن تطلبني انزل. فاهمني إزاي؟ كان ممكن تطلبني انزل دلوقتي، أنا عايزاك. منين طاقة لكل ده؟ بالرغم من الإرهاق كنت بتستمر بهالشيء، كنت تستمر بالعلاقات والاتصال الجنسي. لحديد لو وصلت لوين قلت خلص عرفت أنا مش البني آدم ده، لا عيلتي ولا 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 تربيتي ولا أي حاجة من الكلام ده. هي يعني أنت عرفت تكون بطل فيلم إباحي؟ طبعا. يعني بعد الاتصال الجنسي هل كنت تشعر ما كنت تشعر بالرضا ابدا، كنت دغري تشعر بالقرف؟ لانها مش حاجه حلوه يعني، حتى لو انا ميت المشاعر ساعتها، بس برضه في وقت لازم بتصحى. كيف كنت تنظر للمراه بهالوقت؟ المراه شو كانت تعني لك؟ هل هي فقط اداه جنسيه بالنسبه لك؟ بس هيك. هل كان يمرق مثلا بالنهار بنهارك كل الوقت تفكر بمواد إباحية كل الوقت؟ كانت جت أوقات، بس مش ما قعدتش كتير كده، بس كانت جت فترة اللي هو أنا ما وريش حاجة غير الجنس يعني مدمن يعني. جنس.